بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 11. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا مع الآية، وهي قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وما بين سبحانه وتعالى فوائد امتثال أوامره، وأنها أربع. فالله جل وعلا أخبر أن ذلك خير لهم، هذه واحدة، وأشد تثبيتا. والثالثة: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وهذه هي التي وقفنا عندها، وهي الثالثة، أن الله يؤتي من يمتثل أوامره أجرا عظيما وثوابا جزيلا لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا من فضله وإحسانه، تكرما منه على عباده، فهو يؤتي من لدنه أجرا عظيما يزيد على أجر الطاعة التي فعلها العبد، كأنه سبحانه وتعالى يضاعف الثواب أضعافا كثيرة، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا من لدنه، أي تكرما منه سبحانه وتعالى، وهو فضل. وأما الجزاء على الحسنة بمثلها فهو العدل، جزاء العدل، لكن ما زاد فإنه فضل. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا تكرم من الرب سبحانه وتعالى. الرابعة من فوائد امتثال أوامر الله أن الله يهدي أصحاب الامتثال صراطا مستقيما، يهديهم إلى الصراط المستقيم، هو الطريق المعتدل الذي لا انحراف فيه، الموصل إلى الجنة. والصراط في الدنيا معناه اتباع القرآن والسنة النبوية، فإن هذا هو الصراط الذي نصبه الله لعباده في الدنيا يسيرون عليه، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأضافه إلى نفسه، وتارة يضيفه إلى العاملين به، صراط الذين أنعمت عليهم، وتارة يضيفه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا في الدنيا، فالصراط في الدنيا هو الطريق الموصل إلى الله جل وعلا وإلى رضوانه، وهو شرعه المنزل على نبيه المرسل صلى الله عليه وسلم. فمن سلك هذا الصراط وصل إلى الله، ومن تخلف عن هذا الصراط هلك، كما قال جل وعلا: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، كما قال تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فالصراط هو الجسر المنصوب على متن جهنم، يمر عليه الخلق كلهم على قدر أعمالهم، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، منهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا،
ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، تمر بهم أعمالهم التي عملوها في هذه الدنيا على هذا الصراط، وهو أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، كما جاءت أوصافه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المذكور في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذا الورود هو لجميع الناس المؤمنين والكفار، ولكن المؤمنين يمرون على قدر أعمالهم وينجيهم الله من هذه النار، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فلا تقدر أن تمر على هذا الصراط إلا بعمل صالح يمررك عليه، فقدم لنفسك عملا صالحا للمرور على هذا الصراط المهول. ولهديناهم صراطا مستقيما، هذا في الدنيا وفي الآخرة. وهذا من فوائد امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. ثم قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. لما ذكر حال المنافقين في الآيات السابقة وأنهم يعرضون عن تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، لما كان هذه حالهم بين الله سبحانه وتعالى حال المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله وأطاعوا الله ورسوله وتحاكموا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أنهم يكونون مع خير رفقة ومع صفوة الخلق يصحبونهم في الدنيا والآخرة. فقال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول، يطع الله في أوامره ويجتنب، يفعل أوامره ويجتنب نواهيه، ويطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن طاعة الرسول من طاعة الله، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل. وفي هذا وجوب اتباع الكتاب ووجوب اتباع السنة. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.